السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي. معكم أستاذ مصطفى السيد وفيديو جديد على قناة بيرجوز. أستاذ مصطفى السيد، إن شاء الله أحاول تباعا كده أنزل لكم الفيديوهات الإجابات بتاعة المودل إكزامز اللي موجودة في المعاصر. وبسم الله الرحمن الرحيم كده نبدأ بأول مودل إكزام. طبعا اللي معاك كتاب ممكن يفتح معايا دلوقتي بيج 211. وأول سؤال بيقول: In which parts of the human digestive system does the process that illustrated in the opposite diagram occur? طيب بقول لك ان قدامك دلوقتي الصورة الحلوة الجميلة ديت، وعملية بتتم في digestive system بروتين وبتحول لي XYZL، يعني ادي الرياكتنت وادي البرودكت بتاعتك. طيب البروتين ليه احتمالين اتنين. لو انت شايفها اول ما تفكر انه البروتين بيتحول كده لمونيمر صغير، فانت تقول لي ده امينو اسيد حلوة. الأمينو أسيد ملوش غير مكان واحد لما البروتين بيتحول له، ألا وهو الدويدنا. طيب هنا في الإجابات مديك two choices، معنى كده إنه الراجل بيتكلم على إنه البروتين هيتحول لبوليبيبتايد تشين. طيب البروتين كان بيتحول لبوليبيبتايد تشين في مكانين اتنين، يا إما إنه يكون بيتحول لبوليبيبتايد تشين في الاستمك، أو إنه يتحول لبوليبيبتايد تشين في الدويدنا. طيب نبدأ نبص على التشويسز عندي، ألاقي إنه أول تشويس عندي الاستمك أند الدويدنا، يبقى هي الإجابة الصحيح. Question 2 بيقول: Which of the following living organisms can use the phosphoglyceraldehyde in the cellular respiration? طيب اولا علشان نعرف مين اللي هيستعمل الفوسفوجليسرالدهيد في cellular respiration، حلو قوي. الجرين الجا حلو جميل، الهيومن جميل، الجرين الجا بيقدر يستعمل الفوسفوجليسرالدهيد في cellular respiration، الهيومن كمان بيقدر يستعمل الفوسفوجليسرالدهيد في cellular respiration، لكن اليس ما يقدرش يستعمله. طيب يبقى الاجابه عندي نمبر 2 هتبقى دي، جرين اند الجي، جرين الجي اند هيومن، اللي هي دي. question 3: which of the following can be used as a drug to prevent the formation of blood clots for some patient؟ يعني الراجل بيقول لك ايه اللي انا ممكن اقدر استعمله من اللي قدامك دولت علشان امنع تكوين الجلطه. طيب انت دخلت من ضمن الاسباب الكتيره انه البلاد بتاعك ما بيحصلوش كلوتنج، كان من ضمن الاسباب كده انه في سبستانس بيحصلها فورميشن في الليفر، هي بتعمل بريفنشن للكونفرشن اوف بروثرومبين لثرومبين. يبقى ده دي كان اسمها الهيبرين، يبقى هي من غير ما افكر الهيبرين. ليه؟ لانه الفيبرين مش هينفع، لانه هو من ضمن الكومبوننت بتاع الكلوت، والفيبرينوجين نفسه والثرومبين نفسه الوحيده اللي كانت بتعمل بريفنشن هي الهيبرين. فهتبقى كويستشن 3 اجابته سي، الصوره اللي قدامك. واتعود لما تيجي تقرا جراف من اللي قدامك دول لما تيجي تحله، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما ابص على السؤال خالص لازم نشوف الريليشن شيب على الواي والاكس اكسس. اولا هنا كونسنتريشن، التركيز بتاع السبستانس. تاني حاجه عندك اليمنتس. هو بيقول لك بقى في السؤال بيقول لك دوز جراف ليستريت ذا كونسنتريشن اوف اليمنت اكس واي زد، يعني انا عندي دلوقتي 3 اليمنتس اوف ا بلانت، دولت موجودين في سيل داخل بلانت اند ان ذا سويل سولوشن، يعني هم موجودين في بلانت، موجودين داخل البلانت وموجودين في السويل كمان، حلو قوي. Which of the following elements do the rates of respiration during its their absorption increase؟ حلو قوي. اولا انا ابدا ارجع ابص بقى بعد ما قريت السؤال، ابدا ارجع ابص هنا. اولا عندك element X، element X ده هتلاقي فوق انه بيقول لك ان black columns represent the soil solution، حلو قوي، الكونسنتريشن بتاعه عالي، جميل. الاخ دوت محتاج respiration، هتيجي تقول لي يا مستر احنا دلوقتي عندنا انه ايه دخل لي الابسوربشن وايه اللي دخل لي الديفيوجن والاوسموس والحاجات دي كلها بالريسبيريش. هقول لك جميل، بص يا سيدي، انت خدت في الفيزيكال فورمولا كلها واحده بس وحيده فقط بتحتاج اي تي بي. ليه؟ لانه بيحصل لها موفمنت من الايون فروم لو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن. كان اسمها ايه الفورمولا دي؟ كان يسموها الاكتيف ترانسبورت، حلو قوي. يعني انت بتاخدها اجينست كونسنتريشن جريدينت، عكس تدرج التركيز من الاقل للاعلى. طيب وعشان تعمل الموضوع ده انت محتاج انرجي. طيب وعلشان انا اجيب انرجي محتاج اعمل ايه؟ الريسبيريشن، سيلر ريسبيريشن. معنى كده انه هو في علاقه. يبقى هو الراجل قصده سؤال انه مين هيكون الكونسنتريشن بتاعه عالي في البلانت وقليل في السويل، علشان ناخده اجينس كونسنتريشن جريدينت. يبقى هبص عندي هلاقي انه الوايت كولم في البلانت عالي، وهنحتاج نسحبه اجينس كونسنتريشن جريدينت، يبقى اللي تشوز عندي هيبقى واي. الإجابة هتبقى واي. طيب the leaf of cotton plant contains all of the following tissues except، يعني بيقول لك إنه الليف بتاع أي بلانت أيا يكن سنة الأسماء خالص
بيحتوي على شويه التيشر اللي قدامك دول ما عدا، يعني في ثلاثة موجودين في الليف وواحد مش موجود في الليف، يبقى هو الراجل عايز الواحد اللي مش موجود في الليف ده. فاهم السؤال؟ انك تقدر تحدد السؤال. اولا الميزوفيل موجود في الليف، الزايلم موجود في الليف، الفلويم موجود في الليف، لان الاثنين دول كانوا موجودين في المين باسكرام باندل اللي موجوده في الميدرب بتاع الليف. الكامبيوم ده بقى مش موجود في الليف لانه الكامبيوم من ضمن الكومبوننت بتاعت الاستيم، يبقى الاجابه عندي كويستشن 5 هتبقى دي. Question 6. بقول لك in the opposite figure which of the following factors can increase the penetration rate of gas X from the alveolus to the blood vessel. طب حلو قوي، هو جايب لك دلوقتي قدامك alveolus اهو جميل، وفي gas X، وهو الراجل عايز يقول لك انه ايه من ضمن الحاجات اللي قدامك ديت هتزود لي معدل نفاذ اكس ده، يعني تخلي اكس ده يدخل لحد الحويصله وبعدين لحد البلاد فيزل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ابدا ابص على الاجابات. increase the thickness of the alveolus wall. طيب انا اصلا لما اعمل increase the thickness للوول ده الجهاز هيعدي؟ لا طبعا، فبالتالي مش تنفع. increasing the surface area of the alveolus، يعني انا لما اعمل زياده لمساحه سطح الحويصلات هعمل increasing the surface area، فبالتالي هعمل increase للجاز اكسشينج. حقيقي، ودي من ضمن الاسباب اللي كانوا بيعتبروا فيها الالفيولاي هي المين سيرفيس اوف جاز اكسشينج، فبالتالي هتبقى الشوز عندي اجابته بي نمبر 6 اجابته بي. question 7 بيقول لك ايه، which of the following valves determine the blood route which contains the highest percentage of carboamino substance. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، افكر بقى في السؤال ده ازاي. بيقول لك ان دلوقتي الفالفز اللي بتحدد لي الاتجاه بتاع البلد اللي بيحتوي على اعلى نسبه من الكربوامينو هيموجلوبين. طيب الكربوامينو هيموجلوبين ده بيبقى موجود فين؟ اولا بيبقى موجود في الفينز، ليه؟ اللي جايه من التيشوز، خدنا الويست بتاعتها وخدنا الكربون دايكسيد والكلام ده كله وراجعين، هناخد بعضنا ونرجع فين؟ هنرجع للهارت. دايما البلد بتاعك بيرجع للهارت، بيرجع للهارت على اي تشامبر فيهم دايما بيرجع عن الرايت اتريوم، اكسبت طبعا اللي جاي من اللانجز ده داخل عندي. حلو قوي. طيب وهو داخل الرايت اتريوم ده البرسنتيج بتاع الكربو امينو ده هيموجلوبين بيكون عالي؟ طيب معنى كده انه انا بتكلم على انه الشامبر دي بيبقى عاليه، معنى كده انه البلاد بعد كده هينزل من الرايت اتريوم للرايت فنتيكولر، يبقى معنى كده ان هم دول المكانين اللي هيبقى فيهم هاي برسنتج اوف كاربو امينو. معنى كده بسم الله الرحمن الرحيم يبقى الفالف في النص اللي هو مين؟ الترايكازبت. حلو قوي. هنا بقى مديك في التشويس الترايكازبت بس مديني معاه فالف تاني. جميل. دلوقتي انا عايز اخد البلاد اللي دخل لي على الرايت فنتيكولر ده وانضفه، هنضفه ازاي؟ هاخده واروح بعته للتولانجز، هعمل جاز اكسشينج ونضفه ونحوله من الكربو امينو هيموجلوبين للاكسيهيموجلوبين. جميل قوي. وهو بقى خارج من الرايت فنتيكولر بيعدي على مين؟ على البولموناري ارتري. جميل قوي. البولموناري ارتري ده عنده فالف؟ قال لك عنده فالف اللي هو البولموناري فالف. ابدا ابص على الاجابات، يبقى انا محتاج عندي تو فالفز دلوقتي، ترايكازبت والبولموناري فالف، هما دول الاجابه الصحيحه. هنا الميترال فالف اند ترايكاز بلا طبعا مش هينفع لانه الميترال موجود في الليفت سايد. الميترال فالف والاورتيك فالف لا الاثنين اصلا موجودين في الليفت، ما لهمش علاقه خالص، لا عندهم اكسجينيتد بلاد. البولمراري فالف والاورتيك فالف، البولمراري ينفع بس الاورتيك ما ينفعش. الترايكاز بيت فالف اند بولمراري فالف، الاجابه الوحيده الصحيحه هتبقى دي، يبقى كويشن 7 اجابته دي. كويشن 8 بقول لك the opposite figure illustrate the blood flow in the blood vessels. What does the part number one represent؟ أولاً أبدأ أبص على الجرافيك اللي قدامي، عامل لك ريليشن شيب ومش محدد لك الإكس أكسس، فهو جايب لك على الواي بس، بقول لك إنه blood pressure وحاطط لك النمبرز بتاعته، وقال لك إن هو موجود هنا عند بارت نمبر 1 blood pressure واصل لحد 120. جميل قوي. انت الماكسيمم نمبر بتاع البلاد بريشر بيبقى موجود فين؟ قال لك بيبقى موجود في الارتريس سبيشالي نير تو ذا هارت، يعني بنتكلم في الاورطه. جميل. طيب وجبنا المينيمم نمبر بتاعه البلاد بريشر فين؟ قال لك في الفين سبيشالي نير تو ذا هارت، يبقى البلاد بريشر موجود اقل حاجه فيه فين؟ قال لك في الفينا كافا. جميل قوي. طيب هو دلوقتي الرقم ده كام، عالي ولا واطي؟ قال لك لا ده الماكسيمم، يبقى نمبر 1 ده من غير ما افكر محتاج يكون الاجابه بتاعته الارتري، يبقى كويستشن 8 اجابته ايه؟ الارتري. Uh,
question 9, which of the following statement agrees with Krebs cycle؟ يعني بيقول لك من العبارات ديت بتتفق مع Krebs cycle، معنى كده انه في 3 عبارات مش بتتفق يعني غلط يعني، وفي واحده فيهم هي الوحيده agree مع Krebs cycle. نبدا نبص. It occurs inside the mitochondria. جميل، حلو، بتحصل فعلا. It is always accompanied by glycolysis into pyruvic acid. لا طبعا، يعني هي مش بس على Krebs cycle. The biggest direct source to produce ATP molecule in the cell. لا طبعا، لانه طبعا دي بنتكلم على electron transport chain. Citric acid is an intermediate compound in it. لا طبعا، ده هو basic واساسي compound فيها، لانه الاسم الثاني Krebs cycle هي citric acid cycle. معنى كده انه الاجابه الوحيده اللي صح عندي هي it's occur in, occurs inside the mitochondria. يبقى question 9 اجابته A. ندخل على اللي بعده. The gas exchange process between the air present inside the alveolus and the blood in the two lungs occurred by. يعني من غير ما تفكر، الجاز اكسشينج كله بيتم بواسطة الديفيوجن. الإجابة سؤال سهل، إجابته مباشرة، يبقى نمبر 10 إجابته هتبقى B. بعد كده نخش على طبعا الكتاب محطوط الموديل إكزامز فيها على على أساس إن الامتحان هيجي زي السنة اللي فاتت اللي هو 10 تشوز، وبعد كده الأسئلة الريتن اللي هما من 11 to 15. بس طبعا النظام الجديد ان الاسئله كلها تشوز، ففي الغالب انا هعدي عليهم سريعا كده يعني الاسئله دي. نمبر 11، explain the presence of root hairs in the bean plant despite of the continuous penetration of the root in the soil. طبعا هو بيقول لك ليه، اشرح لي انه دي دايما الروت هيرز بتبقى موجوده دايما على الرغم ان هي طول الوقت يعني despite the continuous penetration بتتغلغل دايما في حبيبات التربه، يعني ليه ما بتختفيش يعني. طبعا السؤال ده اللي هو يقصد بيها انه الراجل بيقول لك هي ليه موجوده طول الوقت، طبعا لانها regenerated from the zone of elongation in the root، لانها دايما بتعوض من منطقه الزون اوف elongation، منطقه الاستاره في الروت. What is the least number of each molecule of NADH and FADH2 at which the number of ATP molecules result from it, from it equals. الرجل ببساطة عايز يقول لك انه ايه هو اقل رقم هاخده من الناد واخده من الفاد بحيث ان الاثنين يدوني نفس الرقم من الATP. طيب اسأل نفس السؤال، الناد بيديني كم ATP؟ 3. الفاد بيديني 2. طيب امتى الاثنين يدوني نفس القيمة من الATP؟ قال لك لو انت جبت لي 2 من الناد اتش، 2 من الناد اتش يعني انت بتعمل 2 باي 3 هيديك 6 اي تي بي. طيب لو انت جبت 3 من الفاد اتش 2 هتعمل 3 باي 2 هيديك برضه 6 اي تي بي. يبقى هي الاجابه الصح عندك انه انا لما استعمل 2 ناد اتش و3 فاد اتش 2، هما دول في الحاله دي لما هيكونوا الاماونت اوف اي تي بي كلها قد بعض. بقول لك ان اورجان نمبر 13، an organ in the body through which oxygenated and deoxygenated blood enter and then the deoxygenated blood comes out from it. طبعا اجابه السؤال ده الليفر، وهقول لك ليه دلوقتي. يعني بقول لك في عضو في جسمك بيدخل له اكسجينيتد وديوكسجينيتد مع بعض وبيخرج منه ديوكسجينيتد. اسال نفس السؤال، هو مين الاجابه؟ طبعا الليفر. ليه؟ لان اصلا بيدخل له اكسجينيتد بلاد عن طريق مين؟ الهيباتيك ارتري. وبيدخل له ديوكسجينيتد بلاد عن طريق مين؟ الهيباتيك بورتال فين. وبيخرج منه حقيقي فعلا ديوكسجينات البلد عن طريق الهيباتيك فين، فهتبقى الاجابه عندك الليفر. هنا 14 بيقول لك mention the relationship between the enzymes and pH values according to the digestion process. يعني بيقول لك ببساطه كده اشرح لي العلاقه ما بين الانزيمز والبي اتش، اللي هي الريليشن شيب ما بين البي اتش والانزيم. هتقول له انه في انزيمز work at acidic medium وفي enzymes work at basic medium، وتروح مديله مثال ان البيبسين مثلا بيشتغل عن pH 1.5 to 2.5 والتريبسين مثلا بيشتغل عن pH 8. Question number 15، بيقول لك superior vena cava carries completely digested substance. How far this statement is correct with explanation. Superior vena cava carries completely digested substance. بيقول لك انه دايما الفينا كافا والسوبرير بالذات بيبقى شايل دايجستيف سبستانس. طب هو هنا الراجل بيسالك على انه الدايجستيف سبستانس بتدخل للفينا كافا عن طريق السوبرير، يعني السوبرير فينا كافا عن طريق الليمفاتيك روت. يعني هو الراجل عايز يعرف ايه هي السبستانس الموجوده في الليمفاتيك روت. طبعا بتقول الفاتي اسيد سترول وال ديسولفد فيتامين ان ليبيدز اللي هي فيتامين اي كي اي دي. طيب السؤال بقى، هل ده حقيقي؟ حقيقي فعلا. بس انت طبعا لو قلت له هاو فار ذس مين از كوريكت، قلت له كوريكت، طبعا الاجابه غلط. ليه؟
لانه الاجابه هي انكوركت. اول حاجه الستيتمنت دي انكوركت ليه؟ لانه بعد ما بتحصل العمليه ديت وهم في الليمفاتيك فيزل بيحصل ايه؟ بيحصل ريكومبينيشن تاني بين الفاتي اسيد والجليسرول ويكونوا لي دروبيلز اوف او جرانيولز اوف ليبيدز، يعني بيرجعوا يكونوا لي تاني مين ليبيدز تاني. معنى كده ان هي مش كل المواد اللي واصله له هي دايجستد كومبليتلي، لا هي بتكون في جزء منها مش كومبليتلي. وطبعا اللي انا شرحته هو الجزء ده. بيقول لك ايه؟ The radio number 16. The radioactive carbon has an important role improving some of the vital processes inside the plant. طبعا الراجل جاب لك الإجابة، جاب لك السؤال وراح وسكت كده وقال لك give two different examples. يعني قال لك ايه هو الدور بتاع ال radioactive carbon اللي هو ال radioactive carbon اللي هو C14. طيب انت C14 ده شفته فين؟ شفته فين؟ شفته فين؟ شفته في ميلين كيفن لما الراجل كان عايز يعمل الاكسبيرمنت بتاعه الدارك رياكشن، وشفته فين تاني؟ في الاكسبيرمنت بتاعه الرابيد النبور. الاثنين لما كانوا بيتكلموا على انه البلانت بيعمل برودكشن للرادياكتيف كاربوهيدرات، دي طبعا في دي في الاكسبيرمنت بتاعه الترانسبورت اللي في البلانت، اللي هو طبعا كانوا خد 3 اكسبيرمنت لاثبات رول اوف سيف تيوب ان ترانسبورت اوف ريدي ميد فود. فانت هتقول له اول واحد خالص الميلفن كيلفن اكسبيرمنت، وتاني واحده كانت بتاعه تو ساينتست رابيدين وبور. طيب قدامك رسمه جميله بقول لك انا اكواتيك بلانت واز بوت ان ا ميديم كونتينينج ووتر، حطيت بلانت انا اكواتيك مائي وحطيته في ميديم بيحتوي على ووتر 18 اند مينرال سولت. حلو. والووتر كونتيند سولفنج اوكسجين O16 اند اولسو سورس اوف كاربون دايوكسيد، برضه في اوكسجين 16. Then the plant was exposed to the light and darkness in successive manners. وبعد كده البلانت بدأت تحطه في تعرضه دايما لضوء وإظلام بشكل متتابع successive manners. حلوة. بلك يبقى from the was في graph which of the stage from 1 to 4 represent darkness. حلوة. أبدأ أبص بقى على الجراف الجميل اللي قدامي وأشوف الريليشنشيب. دايما دايما لما يجي لك جراف لازم تبص على الريليشنشيب ال y وال x axis. اولا هنا على ال y ال amount of evolved oxygen، كميه الاكسجين اللي طالع، وهنا التايم ان مينت. حلوه قوي. يعني هو الراجل بيكلمك على انه ليل ونهار والكلام ده كله. اول حاجه انت لقيت ال amount of oxygen في نمبر 1 حصل لها decreasing، قال لك طيب هي امتى بيحصل لها اصلا increasing؟ يعني امتى كميه الاكسجين ده بيحصل لها increasing؟ لما البلانت يعمل photosynthesis. حلوه قوي، اللي هي اللايت رياكشن. طيب يعني امتى؟ يعني لما يكون في لايت. طيب امتى بقى الكميه دي بتقل؟ عكسه تماما، هو بيزيد في اللايت يبقى هيقل في الداركنس. معنى كده انه نمبر 1 دي حصل ديكريزنج لاماونت اوف اوكسجين، معنى كده انه دي البلانت اتعرض في حته للداركنس، بدليل انه الجزء الثاني حصل له انكريزنج، يبقى البلانت عمل فوتوسينثيسيس وطلع كميه اوكسجين. نمبر 3 البلانت اتعرض تاني للداركنس، عشان كده حصل ديكريزنج للاماونت اوف اوكسجين. حلو قوي. السؤال بيقول لك which of the stage from 1 to 4 represent darkness، هتبقى الاجابه عندك 1 and 3 لان هما الاثنين دول اللي حصل فيهم ديكريزنج الاماونت. بقول لك which curve represents the oxygen 16. طبعا الكيرف اللي بيحدد لي الاكسجين 16 اللي دايما كميه الكربون دايوكسيد فيها اللي كان فيه 16 عادي، كميه الكربون دايوكسيد بيحصل لها ديكريزنج طول الوقت اهوت، هتبقى الكيرف نمبر بي. وكده ابقى خلصت لكم الموديل اكزام نمبر 1. ان شاء الله هحاول انزل لكم بقيه الاكزامز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.